السلام عليكم يا جماعة، ورجعنا لكم النهاردة بمزانة زي دي، كامري او بجميع اشكالها المختلفة يعني بستايلها. النهاردة الميزانة دي ما بتوزنش معايا خالص وما بتعدش معايا، والوزن بتاعها غلط نهائي. تعالى نفتحها مع بعض كده ونشوف الدنيا مع بعض كده فيها ايه. طبعا زي ما احنا فاهمين لها سوستة من تحت كده، هي مفيش مفك رفيع اهوت. فيها مسمارين اللي هو ماسك الشاشة نفسها بكفر بالراحة اهوت. دي كليبس، دي ضغاط بفكه برفعه كده وفك المسمار بتاعها اللي هو من جوه كده عشان اقدر افك الميزانة نفسها، تمام اهوت. بعد كده بفك الميزانة عادي فري، ما فيش ادنى مشكلة اهوت. تمام، ادي سوستة من ضمن السوست، نحطها كده في جنب كده. ادي الميزانه ظاهره معايا اهي. هنبص على المخدات، نبص على الكاوتش. اساس الميزانه دي يا جماعه لو فيها حاجه معوجه ولا حاجه بعدلها زي ما انتم شايفين كده، عشان لو هي بتديني وزن غلط بوقفها كده. بفك الدراع بتاعها عادي اهوت، وبعد بعد الدراع زي ما هو ظاهر كده يكون بسوى واحد، ما يكونش فيه عوجان ولا فيه اي حاجه عشان يبقى وزنه مظبوط معايا. وبرجع اركبها اعاده تلقائي اهوت اهوت، تمام. وبرجع احط فرشتي عادي وازيد السوست بالميزان. زي ما انتم شايفين كده بضغط بعد كده على السوسه دي، اخليها تلف كده. لو لقيت السوسته ديت مش سريعه في اللف بتاعتها بضيق السوسته دي شويه اللي هي موجوده هنا اهي، بفتح مكان السوسته دي شويه كده. وبعد كده بستخدم اي حاجه امسك بيها السوسته وعشان اضيق بيها اخليها تبقى معايا سريعه الحركه. زي ما هو كده كده بقت بتجري معايا حلو اهوت، تمام مفيش ادنى مشكله. تمام، برجع بعد كده انفض ميزانتي لو في اي حاجه اهوت. تمام، بقفل كل سنه اركبها على الكفه بتاعتها واضغط عليها كده الاقيها بتلف تمام، يبقى تمام. طيب وانا بظبط المؤشر اظبطه على الوزنه اللي انا عاوزها اللي هي مكان اتجاه الزيرو على اتجاه السو. وبعد كده بربط اهوت. هو ده صيانه الميزانه دي يا جماعه، السوسته وان اعدل الحديده لو معوجه ولا اي حاجه غير كده مفيش ادنى اي مشكله. بس اهوت احنا نسينا يا جماعه نحط السوست بتاعه الميزانه نفسها اللي هي تتقفل بيها اللي هي ديت. ادي واحده اهيت عشان ما تطلعش، اربطها واقفلها واقفل عليها بالبنسه نفسها زي ما هو كده. واجيب السوسته الثانيه اهوت واقفل عليها بالبنسه على انها ما تطلعش مرة تانية أو ما تتنطرش معايا أو حاجة أهوت. كده تمام.
بعد كده بقى ارجع سوستيتي تمام اهوت، واقفل المسمار بتاعها، اركب الكفر، كده تمام اهوت، اربط مسامري الحاجات ديت. صيانه الموازين دي اسهل ما يمكن يا جماعه، يعني ما بتكلفش حاجه وما بتاخدش حاجه. هي الفكره انك لما بتفتح الميزانه ما بتعدش، ممكن تلاقي سوسته واقعه، حاجات زي كده، او بتوزن غلط، او بتوزن بالناقص بالزايد، بتلاقي الدراعات بتاعتها بتبقى معوجه عشان لو حد وقع عليها او هبد عليها حاجه، او حد وزنه تقيل طلع هبد نفسه عليها، او حاجات زي كده، فبيعوج اساسيات الميزانه نفسها. تمام اهو كار كفري ربطي تمام. طب ما علينا، احنا نسيبها نبقى نعملها احنا براحتنا. ماشي تمام اهوت، تمام يا جماعه. باخد الميزان، اقفل بقى السوست بتاعته من تحت، بستخدم حاجه زي كده لو عشان اقدر اجيب بها الميزانه بسهوله. هرجع على ورا كده عشان تبقى واضحه معاكم اهو. بعلق فيها الشنكل زي ما هو واضح كده اهو، وقوم جاي شده بالبنسة بس يا جماعة، وقوم جاي شد بتاعه كده اهو تمام، ورايح الناحية التانية. قوم جاي مظبط ميزاني عادي اهوت تمام، وظبطه على الزيرو بقى تمام. الضغطه الاول ما كانش متضغطه، ما يعملش كده اهوت. اجي اوزن عليه بقى، عشان اوزن عليه بقى استخدم مثلا، اتاكد قبل ما استخدم نفسي او وزني نفسي، بستخدم عليه المعيار نفسه اللي هو مثلا معيار زي 20 كيلو اهي. تعال نبصوا كده مع بعض، هو ال 20 كيلو جابتهم قد ايه؟ 20 كيلو 20 كيلو اهو. ارجع بعد كده احب اوزن نفسي، اشيل خالص، ارجع قبل الزيرو، اطلع اصفر، اوزن نفسي بالصلاه على النبي، ارفع ميزانتي. تعالوا بصوا على الزيرو برضه اهوت، على الزيرو واقف اهو كده. عرفت انا صيانه الميزانه ديت بتتمثل في ايه يا جماعه؟ بتتمثل ان لو الميزان ده بيخرف معايا او بيهنج معايا او بيديني وزن بالغلط، بعد بفك الميزان زي ما احنا فكناه مع حضراتكم وشرحناه مع حضراتكم كده، بفك الميزانه واعدل السوست بتاعته، ولو اللفه ديت بتبقى تقيله معايا في السوسته اللي احنا شدناها مع بعض بنشدها ونقصرها عشان تشد الدراع بتاع السوسته، اقل حاجه تروح وتيجي معايا وتديني حساسيه الميزانه بتبقى مظبوطه، عشان تبين معايا ال 50 جرام وال 200 جرام وال 300 جرام والحاجات دي كلها، تبقى اديني الكيلو يعني كيلو، نص كيلو يعني نص كيلو، يعني مثلا ما بين الشرطتين ربع كيلو يبقى ربع كيلو. فالسوسته دي بيبقى لها استخدامتها ان انت تشدها، ان هي تخلي الدراع يروح ويجري معاك زي ما احنا بيناه. وبعد كده بزيت الميزانه، بزيت الدراعات بتاعتها، وهي دي تصليح الميزانه.
مفيش اكتر ولا اقل، ولا بتحط ولا بتنقص ولا بتعمل اي حاجة. عرفنا احنا صيانة الميزانة اللي هي زي ديت ما عادش لها اي صيانة او لها اي استخدام غير كده. وطبعا زي ما انتم فاهمين ان ضبط البتاعة ده دي كفر بتلزق عليها كده، ويعني زي يعني شكل منظر بتاع عشان تغطي المسامير كده، ممكن انت تلزقها لو هي سايبه او كده، او عادي ممكن نحط له نقطه امير. انت طبعا زي ما انت فاهم ان ظبط الميزانه من المؤشر من هنا اللي هو بيخليها تروح وتيجي وخلاص، فاش ادني مشكله. ولو في اي استفسارات او اي تعليقات او اي موازين معينه كصيانه معينه، سيبولنا صوره الميزانه او ابعتوا لنا صوره الميزانه واحنا هنجيبها لكم وهنعرفكم ازاي صيانتها وازاي نشرحها، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله.